هذا السائل يا صاحب الفضيلة يقول: ما هو تعليق فضيلتكم على مقولة البعض من أنه لا بد من احترام الرأي الآخر حتى وإن كان فيه مخالفة صريحة لنصوص الكتاب والسنة؟ نعم، هذه مقولة انتشرت الآن، وكأنهم يريدون أن الناس يذهبون إلى ما يحبون من الأقوال، وأنهم لا ينحصرون بقول يوافق الكتاب والسنة، وهذا لا شك أنه باطل وضلال، وأنه لا يجوز احترام الرأي الآخر بمعنى أنه يعتد به ويعتبر حكما شرعيا، بل يعتبر خطأ إذا خالف الدليل، يعتبر خطأ ولا يجوز العمل به، لأن الأئمة رحمهم الله كلهم يقولون إذا خالفت أقوالنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول الرسول ودعوا أقوالنا. الله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. المسلمون ليس لهم قدوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مع الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة آخر من أصحاب الأقوال، القدوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما الأئمة والفقهاء فإنما يؤخذ بأقوالهم إذا وافقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من خالف إنه لا يقبل ورأيه مردود عليه، ولا يحترم بمعنى أنه يعتبر حكما شرعيا ولا يرد عليه. إذا كان المراد بالاحترام إنه يعتد به وهو خطأ، هذا قول باطل. أما إن كان المراد به بالاحترام أنه لا يجرح صاحبه إذا كان قصده الحق ولكنه لم يصبه، فهذا لا يجرح لأنه يريد الحق ولكنه لم يوفق، لكن لا يؤخذ بقوله، لكنه لا يجرح أو يقال فيه ما يقال من التنقص. هذا إذا كان من أهل الاجتهاد، من أهل العلم والبصيرة، لأن العلماء ليسوا معصومين ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم، ليسوا معصومين. فالذي أخطأ يترك خطأه ويبين غلطه، ولكن لا يمس بتجريح، لأنه مجتهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والمقصود بيان الحق ومعرفة الحق، وليس المقصود تجريح الأشخاص، إلا إذا كان هذا الشخص مبتدعا أو ضالا فإنه يبين حاله. العلماء بيّنوا أحوال الرواة، رواة الحديث بيّنوا أحوالهم، بيّنوا المجروحين، وبيّنوا المقبولين، وبيّنوا
الذين لا يضبطون الأحاديث في حفظهم نقص أو خلل أو ضبطهم، بيّنوا هذا نصحا للأمة، هذا من باب النصح للأمة. نعم.